أنعي للأمة الإسلامية بل والعالم كله وفاة أستاذ الدكتور إبراهيم الفقي، الخبير في التنمية البشرية العظيم. وهو الحقيقة كان بهجة، بهجة للنفوس وتاج للرؤوس، لأنه كان دايما يعني بيخرج أجيال وبيعلم أساتذة وبينمي في عقولنا وأفكارنا، وكان إنسان نافع. وأنا النهاردة بنعي للدنيا كلها وفاة أحد أكابر عمار الأرض اللي بدأ فعلا من تحت الصفر، وكان عنده القوة أنه يبني نفسه بنفسه ويبني غيره كمان. فالأمة فقدت أحد كبار علمائها وأحد كبار عمار الأرض المؤثرين في كل الناس اللي حواليها. وأنا الحقيقة النهاردة ربنا شرفني أن أنا ألقيت نظرة أخيرة على الدكتور إبراهيم قبل ما يتغسل ويتكفن بهذا الجسد الساكن جدا جدا. يا جماعة، دكتور إبراهيم يعني حصل حريق في بيته وهو كان في فراشه نايم، وحصل اختناق بسبب الدخان الكثيف، لكن جسده الشريف لم يصل لي النار، فنحسبه عند الله عز وجل، نحسبه من الشهداء، لأنه مات في وضع قال عنه صلى الله عليه وسلم: والحريق شهيد والغريق شهيد. أي واحد بيموت في حريق أو بيموت هو مخنوق، سواء من أي شيء يخنقه أو يعني يضغط على يعني رئته الشريفة الطاهرة، فحتى فاضت الروح إلى باريها سبحانه وتعالى. فيعني العزاء، كل العزاء لنفسنا في بهجة النفوس اللي كان دايما بيبسطنا ويضحكنا وهو بيعلمنا عشان يخفف علينا الثقة للعلم، فرحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. وأسأل رب العالمين أن يصبرنا كلنا على فقد عالم وأحد كبار عمار الأرض بهذا الثقل زي ثقل دكتور إبراهيم الفقي، و نكمل مسيرة إعمار الأرض ونكمل مسيرة البصمة اللي تركها دكتور إبراهيم الفقي. ونسأل الله عز وجل يكون كل كلمة الواحد بيقولها في ميزان حسناته لغاية من قبله عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم.